يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. أولى حلقات الأسبوع دايما بتكون حلقات مهمة فيها تفاصيل وكواليس كتيرة قوي بنتكلم فيها مع حضراتكم بخصوص مختلف الملفات، سواء على صعيد العالمي صعيد المحلي، وقبل كل ده كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي على مدار حلقة اليوم وفقراتها كلام كتير جدا جدا هنتكلم عنه. فبالتالي تابعونا لحظة بلحظة كالعادة، ونتشرف دايما بمتابعتكم، لكن الأهم تفاعل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم، وفي رأيكم إيه تعليقكم على قرعة كاس العالم وطريق النادي الأهلي في البطولة. طبعا عرفنا كلنا امبارح القرعة ونتائجها ومشوار طريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المتمرس فيها الفريق في الحقيقة. إن شاء الله عندنا طموح وأحلام كتيرة جدا إن احنا نوصل للمباراة النهائية، رغم إن الموضوع بقى صعب جدا بعد ما ريال مدريد بقى في طريقنا، لكن في كل الأحوال هنتظر تفاعلكم من خلال السؤال بتاع الحلقة على صفحات قناة الأهلي المختلفة، وهناخد تفاعلكم في الجزء الأخير في حلقة الترند كما هو المعتاد. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الفريق راح اليوم ويستأنف تدريباته غدا. وكمان مؤتمر صحفي غدا للإعلان عن الراعي الرابع للأهلي. أما في الترند العالمي، مانشستر يونايتد يعلن ضم فيجوريست. كمان مانشستر يونايتد قدرت ان هي تفوز على مانشستر سيتي في ديربي مانشستر بنتيجه 2-1، فبالتالي خلينا نتكلم على اهم وابرز مباريات اليوم، لان هي مباريات كلها مهمه ومثيره بالتحديد في الدوري الانجليزي. الكل بيترقبه والكل بينتظر مبارياته بشغف كبير قوي. الجوله ابتدت النهارده بالتحديد الساعه 2:30، كانت اول مباراه اللي خلصت من شويه، هي مباراه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، بعد ما سيتي كانوا متقدمين في الدقيقه 60 بهدف لجريليش البديل اللي نزل على حساب فودن، والهدف اللي عمل اسيست او اللي صنعه كيفن دي بروين بالراس احرز جريليش هدف التقدم في الدقيقه 60. بعد كده خلاص الكل اعتقد ان المباراه رايحه في اتجاه مانشستر سيتي بالتحديد 1-0 حتى الدقيقه 87 لما برونو فرنانديش احرز هدف ناس كتير بتتكلم عليه، وبالتحديد هنا احنا كمصريين هنتكلم عليه كتير قوي، وفي الحلقه دي هتكلم عليه بالتحديد لانه بصراحه هو شبيه قوي لهدف الداخليه في نادي الزمالك اللي طلع البعض قال لك خلي بالك هدف الداخليه اوف سايت وما ينفعش ومش عارف ايه وكلام من ده، وطلع الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام السابق في الاتحاد المصري لكره القدم قال لك هو من القلائل بالمناسبه اللي قال لك هدف الداخليه في الزمالك اوف سايت. النهارده في الدوري الانجليزي برونو فرنانديش بكوره مشابهه او مشابهه دي طبق الاصل، نسخه طبق الاصل من هدف الداخليه في الزمالك، احرز مانشستر يونايتد هدفه الاول في الدقيقه 87 او 88 بالتحديد عن طريق برونو فرنانديش، والحكم اقر بصحه الهدف. دي جزئيه هنقف عندها كتير جدا. والهدف الثاني كان لراشفورد بعديها بثلاث اربع دقائق على طول، هدف ايضا مميز عشان يتقدموا مانشستر يونايتد ويفوزوا بالمباراه بنتيجه 2-1، وماشيين بشكل مميز جدا خلال الفتره الاخيره. المباراه كانت على ملعبهم ملعب الاولد ترافولد، وكان راشفورد ممكن يخرج على فكره في الشوط الاول لكن تحامل على نفسه وكمل المباراه، وكانت نتيجه استكماله للقاء ان هو احرز هدف الفوز لمانشستر يونايتد. دي كانت اول مباراه مثيره جدا جدا وديربي مانشستر في الدوري الانجليزي. لكن في مباريات اتلعبت او بتتلعب في هذه اللحظات ابتدت خلاص الساعه 5، وهي مباريات برايتون مع ليفربول. هي مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، نجمنا المصري العالمي محمد صلاح طبعا اساسي في هذه المباراه كالعاده، تعادل سلبي بدون اهداف. ايفرتون وساوثامبتون المباراه ابتدت في نفس التوقيت الساعه 5، تعادل سلبي حتى الان بدون اهداف. نوتنغهام فورست مع ليستر سيتي نفس النتيجه بنفس التوقيت، ولفرهامبتون مع ويست هام يونايتد ايضا نفس النتيجه بنفس التوقيت، لان يا دوبك عدى 4-5 دقائق من احداث الشوط الاول للمباريات اللي ابتدت كلها الساعه 5، وهما اربع مباريات تحديدا. اما المباراه الاخيره النهارده في الدوري الانجليزي، بس مش الاخيره في الجوله بالتحديد، يعني قصدي في اليوم النهارده، هي مباراه برينتفورد مع بورموث، مباراه هتكون الساعه 7:30. ده بخصوص الدوري الانجليزي. اما بخصوص الدوري الايطالي فالنهارده ايضا في عدد من المباريات ابتدت بمباراه كرومينيزي مع مونزا، وتقدم مونزا بنتيجه 2-0. ليتشي هيلعب الساعه 7 مع ميلان، وانتر هيلعب مع هيلاس فيرونا الساعه 10:15. دي اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات بالتحديد الدوري الانجليزي والدوري الايطالي، والكل بيتابع طبعا الدوري الانجليزي وخصوصا عشاق الفانتازي يعني.
فالنهارده ديربي كان قوي جدا بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. اعتقد ناس كتير جدا النتيجه مش عاجباهم لان كلين شيت لا هنا ولا هنا. في نفس الوقت بعض اللاعبين ما ساهموش في الاهداف بالتحديد هالاند اللي تقريبا يعني 90% من الموجودين في الفانتزي بيكابتنوه وانا منهم بصراحه، فما جابش ولا هدف النهارده. لسه عنده مباراه ثانيه في نفس الجوله او في نفس يعني المرحله من جولات الفانتزي بالتحديد، مباراه اعتقد هتكون قدام توتنهام، فممكن يكون عنده فرصه ان هو يلحق الناس اللي مكابتنينه تحديد في الفانتزي. طيب عندنا كلام كتير قوي هنتكلم فيه بالتحديد عن التحكيم بصراحه. الواحد زهق وجاب اخره يعني، خلاص مش عارفين نعمل ايه بعد ماتش المصري الاخير والتعادل السلبي مع المصري بالنسبه للنادي الاهلي والاخطاء التحكيميه والتعمد الواضح جدا في اعطاء انذار لمحمود متولي اللي كانت نتيجته ايقافه في مباراه الزمالك القادمه في بطوله الدوري. عندنا كلام كتير جدا مهم في الجانب ده تحديدا، قرعه كاس العالم هنتكلم فيها واستعدادات النادي الاهلي ومواجهه سموحه، فاستنونا بعد الفاصل تفاصيل كتير. يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا الاهلي خلاص يعني بيستعد لعدد من المباريات المهمه ومرحله غايه في الاهميه بتخللها ثلاث بطولات. اولا المباراه المقبله بالنسبه لك على طول هي مباراه سموحه في نصف نهائي كاس مصر، وهي مباراه غايه في الاهميه مهمه جدا ان شاء الله باذن الله ان احنا نتخطى المباراه دي والعقبه دي عشان توصل المباراه النهائيه، وبالتالي تفرق معاك معنويا بشكل كبير قوي 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 قبل مواجهه الزمالك في مباراه القمه اللي هتكون يوم السبت 21 من الشهر الجاري قبل مباراه البنك الاهلي على ما اتذكر هي اللي هتكون متبقيه بالنسبه للنادي الاهلي قبل خوض غمار منافسه او منافسات بطوله كاس العالم للانديه. فبالتالي هي مرحله مهمه قوي بالنسبه لك ومهم جدا ان انت تكون مركز في كل مباراه على حده وازاي تخرج باكبر مكاسب ممكنه من كل مباراه. هو اهم مكسب انك تفوز باي ماتش، لكن في نفس الوقت الحفاظ على اللاعبين، جزئيه الاصابات، الاجهاد، وهي معادله صعبه جدا بصراحه بالنسبه للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر. فعشان كده المرحلة دي هي مرحلة حساسة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي في بطولة الدوري. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي، بس بالتحديد عايز أتكلم على قرعة كأس العالم امبارح. كأس العالم للأندية اللي أقيمت في المغرب القرعة بالتحديد، واللي كان نتائجها إن الأهلي طبعا إحنا عارفين كده كده هنقابل أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا يوم 1 من الشهر المقبل في شهر فبراير. أول مباراة بالنسبة للنادي الأهلي تقدر تكسب بإذن الله واحد أحد، بس لازم تكون جاهز طبعا ولازم تكون مدعم نفسك كويس جدا 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 بالصفقات. لازم تكون رايح لكأس العالم وأنت بأقل عدد ممكن من الإصابات، انت في اجهاد وفي ماتشات كتير جدا ورا بعض ممكن يكون الله اللي يقدر نتائجها اصابات مختلفه. ان شاء الله يكون في كمان عدد من اللاعبين اللي يكونوا جاهزين لكاس العالم للانديه سواء بيرسيتاو طاهر بخلاف الصفقات الجديده اللي جبتها واللي هتجيبها. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق في المرحله دي، لكن المهم انك هتقابل اوكلاند في اول مباراه ان شاء الله تتخطى هذه العقبه، وبعدين تقابل فريق سياتل ساوندرز بطل الكونكاكاف. والقرعه مش صعبه، المنافسة أكيد صعبة زي ما حضراتكم شايفين كده القرعة قدامكم، المنافسة أكيد صعبة مفيش حاجة مضمونة. فرقة أوكلاند من آخر ماتش لعبوه باين في شهر كام، من شهر ونص فات آخر ماتش رسمي، لكن بيستعدوا بعض المباريات الودية عندهم راحة، مفيش إجهاد، مفيش إصابات، الدنيا كويسة، فبيستعدوا بمنتهى القوة. فبالتالي لا تأمن مثل هذه المباريات خالص، عشان الناس اللي ممكن تكون متخيلة إن أنت سهل تعدي، لا مش سهل، الموضوع صعب، لازم تكون مركز 100%. باذن الله احد تعدي اوكلاند تقابل سياتل ساوندرز بطل الكونكاكاف في الدور الثاني، وهي مباراه طبعا اكيد طبعا في كاس العالم، هي مباراه مهمه، لكن الاهم ان انت تتخطاها باي طريقه من الطرق الفنيه باذن الله نكون موفقين. وهناك ولا بيبقى في مشاكل تحكيميه ولا بيبقى في تعنت من بعض الحكام ولا بيبقى في اي حاجه، الناس محايده، عداله هي السمة الأساسية في إدارة المباريات بالنسبة للحكام. فبالتالي هيبقى عندك فرصة أنك تعدي سياتل ساوندرز، لأن أنت أصلا فريق عندك تاريخ كبير جدا. سياتل ده تقريبا أول مرة بيشارك في كأس العالم للأندية، فريق عندك عدد من اللاعبين المميزين، فريق تقدر أن أنت تتخطى هذه المباراة بكل يعني مش عايز أقول بكل سهولة لأن المنافسة صعبة، لكن بالتركيز هتقدر تعدي وتحقق هدفك. من ضمن اهداف الاهلي ان يوصل المباراه النهائيه، لان احنا ياما وصلنا نص نهائي وبناخد البرونزيه وناخد مركز رابع مش عارف ايه كلام من ده، حققنا كتير، نفسنا نوصل المباراه النهائيه. بس العقبه الابرز والاقوى في البطوله هي ريال مدريد، عقبه ريال مدريد اللي هتكون في نصف النهائي. مش بس بقى الاحداث بقول ان احنا هنوصل نص نهائي، لا لازم تركز في كل مباراه لوحدها
لكن هيكون العائق قدامك نحو تحقيق الحلم الأبرز بأنك توصل المباراة النهائية ويبقى على أقل تقدير تفوز بالميدالية الفضية هيبقى ريال مدريد. ويعني ريال مدريد مش محتاجين نتكلم عنه ولا بإمكانيات اللعيبه ولا بقدرات العناصر الموجوده بأنشيلوتي المدير الفني بكلام من ده، فهتبقى المواجهه صعبه. بس ليه لا؟ لو انت جاهز صح تقدر على اقل تقدير تعمل اداء كويس زي ما عملت كده قدام البايرن. احنا لعبنا البايرن في كاس العالم قبل اللي فات في قطر، فقابلت بايرن في نص نهائي المونديال، عملت مباراه كويسه، خسرت 2-0، الجون التاني جه في الاخر خالص يعني، لكن كنت عامل ماتش الى حد ما جيد. تقدر تعمل ماتش افضل من كده كمان قدام ريال مدريد في حاله الوصول لهذه المرحله باذن الله واحد احد، واحنا عندنا ثقه كبيره في الجهاز الفني وفي اللاعبين ان احنا نوصل يعني. فخلي عندنا حلم ونسعى ليه ونحاول ان احنا نجتهد في ان احنا نحققه، وان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نوصل. والاهم بالنسبه لي ان احنا نوصل مباراه ريال مدريد ايا كان بقى النتيجه، لان النتيجه طبعا اعتقد هتكون يعني صعبه قوي، هيكون حلم كبير قوي انك تتخطى ريال مدريد في مباراه رسميه، رغم ان احنا كسبنا ريال مدريد قبل كده في مباراه وديه او مباراه لقب القرن 1-0 بهدف صنداي في 2001 باسيست حسام غالي، فما فيش حاجه بعيد. لكن ان شاء الله الاهم زي ما اتكلمنا ان احنا نوصل للمرحله دي باتم الجاهزيه، وده اللي بتمناه واكيد بيتمناه كل جماهير النادي الاهلي. فدي كانت القرعه، ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها. طيب من ضمن الاخبار المهمه، بكره ان شاء الله الاهلي هيعلن عن الراعي الرابع في مؤتمر صحفي ان شاء الله باحدى الفنادق بكره. واحنا عارفين الاهلي يعني كان اعلن عن عدد من الرعاه خلال الفتره اللي فاتت، شركه اتصالات مصر كانت الراعي الرئيسي، وشركه تكنولوجي، وبنك ابو ظبي الاول مصر، وشركه جي ال سي ايضا كانت موجوده، وتم الاعلان من خلال مؤتمرات صحفيه مختلفه. بكره ان شاء الله مؤتمر صحفي اخر للاعلان عن الراعي الرابع، وهو رئيس او هيكون متواجد طبعا رئيس مجلس اداره شركه المراسم الدوليه للتطوير العمراني، وهو ده الراعي الرابع للنادي الاهلي واللي هيبان خلال المؤتمر الصحفي بكره. ده برضو خبر من ضمن الاخبار المهمه. لسه عندي كلام كتير جدا بيتعلق بالفريق الاول لكره القدم تحديدا، سواء ما بعد مباراه المصري او ما قبل مباراه سموحه هنتكلم فيه، بس خلينا نروح لفصل الاول، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. عايز اتكلم على ماتش الاهلي والمصري اللي كان اول امبارح اللي تعادلنا فيه 0-0، وعندي شقين حابب ان انا اتكلم فيهم، شق فني يتعلق بالجوانب الفنيه وشق اخر تحكيمي، وده حاجه صعبه جدا بصراحه يعني. خلينا نبتدي بالشق الفني ونشوف احنا عيوبنا ايه ومشاكلنا ايه عشان نعالج بعض السلبيات اللي موجوده قبل المرحله الحساسه جدا المقبله. اول مشكله عندك واللي اي حد ملاحظها واخد باله منها، ان احنا عندنا مشكله في اهدار الفرص السهله. للاسف شديد بيجي لنا فرص سهله كتير جدا ما بنعرفش نستغلها. فانت لما ما بتعرفش تستغل الفرص دي بيضيع منك نقط في مباريات مهمه زي الماتشات اللي فاتت دي، او زي الماتش اللي فات ده بالتحديد. انت كنت كويس جدا في ماتش بيراميدز كسبت 3-0، ماتش انبي كنت كويس كسبت 2-0، ماتش المصري بالتحديد الشوط الثاني كنت كويس بس ما قدرتش انك تكسب عشان بتضيع فرص ما تضيعش. ففي أزمة عندنا في الجوانب الهجومية، ده باعتراف مين أو بإقرار مين أو بإعلان مين؟ كولر نفسه. فبالتالي لازم نلحق نفسنا دلوقتي، وأنا واثق من حاجة زي كده أكيد بتحصل يعني دي حاجة مش محتاجة إن احنا نتكلم عنها، تمام؟ فأزمة إهدار الفرص السهلة هي دي ممكن تكون من أسباب أكيد خلت الأهلي إن هو يتعادل في مباراة المصري. واكيد في دور كبير قوي على الجهاز الفني ان هو يعالج جزئيه زي دي. انت عندك كره مثلا زي بتاعه قفشه وحسين الشحات، دي مش محتاجه، دي جون بس عدم التوفيق وسوء التصرف في الهجمه. في كره لشادي حسين بعد مصطفى سعد لما سلك له الكره كده باللغه الكره يعني، وخدها تعطل فيها شويه والكره وقفت تحت رجله فما قدرش ان هو يحرز هدف رغم ان هو كان لوحده رايح المدافع بتاع المصري، فبالتالي ما قدرتش ان انت تحرز هدف في توقيت كان غايه في الاماكن يخلصك الماتش في الدقائق الاخيره من المباراه يعني. فدي بعض الامور اللي اكيد كانت نتيجه او كانت نتيجتها ان احنا ما بنكسبش ماتش المصري بصراحه، تمام؟ دي الجوانب الفنيه. لكن لما تيجي تتكلم على الشق الاخر هو الشق التحكيمي والجوانب التحكيميه والاخطاء الفادحه والتعنت الواضح، وانا والله العظيم انا مش من نوع الناس اللي هو احنا نطلع نقول هو التحكيم السبب وخلاص ومش عارف ايه واخطاء تحكيميه كبيره ومش عارف ايه. اكتر مره اتغاظ من طاقم التحكيم هو ماتش المصري، والله بجد اكتر مره اكون مستفز. ليه مستفز؟ لان الكابتن وليد عبد الرازق اللي هو الحكم اللقاء كان بيستفزني. انا بتكلم معاك بمنتهى الصراحه، بيستفزني انا بس؟ لا، بيستفز لعيبه الاهلي في الملعب،
بس كده؟ لا، في اخطاء كتير جدا جدا لصالح النادي الاهلي ما كانش بيحسبها. بس كده؟ لا، في حاجات كتيره قوي تتعلق بالفار ما كانش بيرجع لها. بس كده؟ لا، ده الراجل عمل اسوأ حاجه في الدنيا. انا عمري ما هدخل في نوايا حد، عمري ما هدخل في نوايا حد، انا بقرا المشهد، بشوف المشهد ده مبين لي ايه وبقوله. وده مش انا لوحدي، ده كل الناس اللي اتفرجت على الماتش واللي بعد الماتش. اسوأ حاجه حصلت لما يكون حمدي فتحي بيعترض على الست سبع دقايق او الست دقايق اللي ما اتحسبوش، واللي ضيع محمود جاد حارس المصري منهم 3 4 دقايق باعترافه هو شخصيا بعد المباراه، ويروح حمدي فتحي يعترض ويكون متولي جاي من بعيد. فطالما حمدي فتحي بيعترض فالمفروض ان ادي انذار لمين؟ لا، مش لحمدي فتحي، المفروض ادي المتولي. طب ادي المتولي ليه؟ عشان ما يلعبش الماتش الجاي. هل احنا بنتجنى على الراجل؟ لا، المشهد ملوش معنى تاني غير كده، اللقطه ملهاش اي معنى تاني غير كده. وحاجه للقطه دي بالتحديد، بس تعالوا نبتدي من الاول، من اول المباراه. لو الحالات جاهزه يا جماعه يا ريت نعرضها. حاله قفشه اللي الراجل اتعور فيها بتدخل من محمود جاد بكره مشكوك جدا ان هي ممكن تكون ضربه جزاء، الفار سواء بقى ندى او ما نداش. في ناس تقول ان الحكم عبد العزيز السيد اللي هو حكم الفار ندى، اهي معانا اهي ندى. مين ندى؟ وليد عبد الرازق، وما جاش. ده مقوله طالعه او في كلام بيتقال كده، لكن في كل الاحوال خبطه زي دي بتدخل عنيف زي ده، هل ما كانش يستوجب ان احنا نروح شايف قفشه؟ ده 20 غرزه يا راجل، 20 غرزه يا راجل. انا بس عايز اعرف يا جماعه مين لمس الكره بدماغه، يعني لمس الكره قفشه ولا الحارس؟ سواء قفشه او الحارس، بس في تدخل بالايد الثانيه للحارس محمود جاد. بالنسبه اعتقد قفشه اللي لمس الكوره، تمام، تدخل واضح جدا على دماغه. هل كانت تستوجب ان احنا نرجع للفار؟ اعتقد اقل تقدير روح بص عليها. ما رحتش تبص عليها ليه؟ الله اعلم، الله اعلم. ادي حاله، في حاله بتاعت محمد شريف هتالي قبل ما ناخد المداخله المهمه جدا اللي معانا دلوقتي. الحاله بتاعت محمد شريف ما بقولكش ان هي ضربه جزاء، بس فيها اهمال وتهور في تدخل واضح على اللاعب. اهي قدام حضرتك اهي، اهو الراجل دايس على قصبه رجله بالانكل، واخد بالك؟ هل دي ما كانتش تستدعي ان احنا نرجع للفار؟ يمكن لما تشوف يا سيدي، يمكن لما تشوفها تطلع كارت احمر، تطلع تستحق الطرد مثلا. ما رحتش ليه شفتها؟ الله اعلم. انا ما بقولكش ضربه جزاء، اهو رجله يا سيدي ماشي، ماشيها بره. بس ليه ما رحتش شفتها؟ الله اعلم. ليه الفار ما نادلكش؟ ده لو ما ناداش يعني، الله اعلم، مش لاقي مبرر. دي حاجات تخليك تستفز ولا لا؟ تخليك تتكلم في جزئيه زي دي ولا لا؟ طبعا طبعا، ما فيهاش نقاش. ادي حاجه كمان، هات لي بقى الست دقايق اللي في الاخر. ولو احنا كان عندنا وقت يعني كنا قعدنا نعد مع حضراتكم عدد الدقائق الفعليه اللي اتلعبت في وقت بدل ضايع. اكاد اجزم ان هم لم يتخطوا الثلاث دقائق. هتقولي ما الراجل حسب تقريبا دقيقه واحده بس زياده وقت بدل ضايع. انا ماليش دعوه، انا عايز حقي. يا سيدي انا حلو ووحش في الملعب، ضيعت فرص ما تضيعش، انا عايز حقي. ادهولي. يا سيدي انا اسوأ من السوق، انا ما بعرفش العب كوره. بس انت كحكم دورك تديني حقي، ما تبقاش متعند بالشكل ده. هل انت اديتني حقي في الوقت بدل ضايع؟ لا. هل اديتني حقي في بعض حالات خلال المباراه؟ لا. لكن تعالى لي بقى عند اللقطه دي، ودي الكارثه والفضيحه الكبيره، الكارثه. بص بص بصة العين. لا لا لا، ارجع بقى، خليك معايا واحده واحده كده شادي، ماشي واحده. ارجع 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 واحده واحده. بدايه ما راح ايه حمدي فتحي كده، بص حمدي فتحي هو بيعترض، حمدي فتحي يا كابتن يا كابتن ما ينفعش، مش عارف ايه، متولي لسه هيقول ها هتكلم انا اهو هتكلم. راح ايه ده انت متولي؟ تعالى ده انت عندك انذار، خد الانذار التاني عشان ما تلعبش، خد انذار دلوقتي عشان ما تلعبش ماتش الزمالك. مالهاش معنى تاني غير كده، ما تحاولش تفسر لي، ما تحاولش تقنعني. وده كان سبب اللي خلى الكابتن سيد ينزل بالشكل ده. ما هي حاجه تحرق الدم اما يكون حمدي فتحي بيعترض، انت بتعترض يا حمدي؟ طب خد انذار يا متولي. هي في حاجه اسمها كده؟ في حاجه اسمها كده؟ بذمتك ده مش تعمد من الحكم؟ اراهن انه تعمد، اراهن انه عارف ومتاكد ان متولي لما هياخد انذار
هو يمكن كان بيحاول يتلكك لمتولي على مدار المباراه كلها، بس ما فيش حالات او احتكاك كان يستدعي ان اصلا يتحسب فاول على متولي مثلا. لو كان احتكاك بسيط يتحسب فاول على متولي كان طلع له الانذار. لكن بعد الماتش ومتولي لسه بيجري وجاي وهو باصص له، هوب اطلع خد يا متولي انذار عشان حمدي فتحي بيعترض. فللاسف الشديد هو ده حال التحكيم عندنا في مصر. هتيجي تتكلم، هاخد المداخله دلوقتي، هتيجي تتكلم دلوقتي على موضوع انت اتعادلت ومش عارف ايه، احنا عملنا مباراه كبيره جدا قدام بيراميدز بحكم اجنبي. فللاسف الشديد تحكيم سيء ومفيش اي جديد ولا اي تطور. عشان كده خليني اخد مداخله غايه في الاهميه طبعا مع الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح المحاضر التحكيمي، ونتكلم معاه في بعض الامور المهمه. يا كابتن محمد مساء الخير. مساء الفل عليك يا امير، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله كويس؟ شايفك متعصب. لا ما هو لازم اتعصب بصراحه، يعني انت بذمتك مش شايف ان في اخطاء كارثيه بتحصل في مختلف المباريات بما فيهم طبعا مباراه المصري اللي فاتت بالنسبه للنادي الاهلي، والحالات اللي اعتقد انت كنت سامعني قبل ما اخدك معايا المداخله كنت سامعني وانا بتكلم على حاله محمد شريف، على حاله قفشه، على الست دقائق بتوع وقت ضايع، على الانذار اللي اتحسب على محمود متولي. انا عايز اخد تقييمك للمباراه دي بالتحديد. اه المباراه كانت اول امبارح، بس رايك ايه في اداء الحكام؟ طيب واحده واحده كده، انا هاخد من كلامك بس عايز اكد على حاجه. انت اولا محمل المسؤوليه كلها لوليد عبد الرازق مبدئيا كده عشان تكون عارف. وليد عبد الرازق ما كانش هو حكم اللقاء. ما هو ده دي جزئيه مهمه جدا كنت هسالك فيها بالمناسبه. يعني انا سمعت في اقاويل جدا كتير جدا اتقالت ان اصلا ما كانش هو حكم اللقاء، وتدخل احمد ابو العيلة هو اللي خلى ان هو يكون الحكم. يعني هنبدا في تفاصيل يعني كواليس التعيين. اتفضل. كابتن توفيق السيد حط طاقم، وده بدوره ان هو مسؤول عن التعيين. طبعا الطاقم اللي هو حطه اتشال واتعين طاقم تاني. هنا انت بدات المشكله، بدات من قبل بره الملعب، بدات من داخل لجنه الحكام. عندك في ناس في تنازعات على مين اللي يحط التعيين ومين اللي يعمل، ما احناش عارفين مين بيعمل تعيينه ومين ما بيعملش التعيينه. وهنا بدايه المشكله. هروح بعد كده بقى للملعب. اي خطا انت قلت امير على الهواء ان هو ما راحش يشوف الفار. على فكره حكم الفار عبد العزيز السيد بيتحمل مسؤوليه الاستدعاء. يعني أكيد. انا كحكم في الملعب ما ينفعش انا اللي اروح اشوف بنفسي. اكيد لازم حكم الفيديو بيراجع الحاله وبعد كده بيستدعيني. طبعا تمام تمام. هو هنا عبد العزيز السيد عنده مسؤوليه مشتركه. لو انا ضاع مني الحدث اللي في الملعب كحكم ملعب، هنا بتيجي مسؤوليه حكم الفار. فهنا في مسؤوليه ثانيه من عدم الاستدعاء لاي مراجعه اي حاله. في كلام طالع ان عبد العزيز سيد ما ناداهوش عشان يرجع، او عفوا ناداه ووليد عبد الرازق ما راحش. هل ده ممكن يكون حصل؟ انا باكد لك ان الكلام ده غير صحيح. تمام اوكي تماما ماشي. غير صحيح تماما ماشي. وعلى ماشي. اكيد طبعا في مسؤوليه على عبد العزيز سيد، ده امر مفروغ منه. تمام احنا عشان بنتكلم طبقا يعني كل واحد ومهمته صح ايه صح عشان صح صح بنوزع المهام. مظبوط. ما يبقاش وليد لوحده. الجزئيه الثانيه بس انا ليا تعقيب على كلمه انت قلتها، وانا عندي تفاصيل يعني ما ينفعش اقولها على الهواء تخص التحكيم، ولكن وليد عبد الرازق لم يتعمد اشهار الكارت لمتولي. يعني انا شايف الناس المتحامله على وليد. بص انا المباراه فيها مشاكل تحكيميه. طب كابتن بص كابتن محمد بس خليني بس خليني يعني بعد اذنك يا امير عشان بص التحكيم موجود فيه مشاكل واحنا كلنا متفقين على ده، ولكن انا باكد لك وانا بقول لك هو على مسؤوليتي تفاصيل الكارت ده وكواليسه. صدقني وليد عبد الرازق مفيش تعمد، مش موجود عشان هو عنده مباراه للزمالك الجايه فهو بيخليه يبعد. الكلام ده انا بقول لك مش صحيح. تمام بص بقى خليني بس اسالك بس حاجه كابتن، واديني تفسير للي هقوله لك ده. انت دلوقتي واحد كحمدي فتحي جاي بيعترض عليك، ومتولي جاي من بعيد جدا لسه هيبتدي يعترض، انت على طول في ثانيه الانذار راح لمتولي، تقدر تفسر المشهد ده بايه؟ هفسر لك المشهد ده. فسر لي لما تتابع وليد عبد الرازق تابعه كويس من كل مبارياته. على فكره هي دي شخصيه وليد. وليد ما غيرش رتم ادائه عشان يمكن هو عشان كان بعيد عن مباراه الاهلي والزمالك، فالناس ما بتاخدش بالها من ادائه كويس. لكن دي شخصيه وليد على فكره، دي شخصيته التحكيميه. وعايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. ما نيجي نتكلم تحكيم، هو في اعتراض في انذار ده طبقا للقانون. ما هو هنا بقى السؤال ليش معنى الانذار طلع لمتولي وما طلعش مثلا لحمدي؟ هو بقى ده تقديره، هو شايف ان انذار متولي هو اعترض عليه بشكل غير لائق. هو لحق يعترض الملعب، هو اللي شايف الحدث. دي التفصيله دي مش عندي للامانه. تمام بس ما هي دي اللي انا بتكلم فيها يا كابتن بقى.
يعني هي دي اللي بتكلم فيها. هو لحق يعترض؟ يعني هو لو لحق يعترض ماشي. على فكره انا بلوم على متولي، انا بقول لك، انا وانا بس بلوم عايز على متولي ان هو عارف ان هو عنده انذار ورايح يعترض، انا بلوم عليه، لكن في نفس لا الوقت هو المشهد الحكم غير بيبقى منطقي عارف بالنسبه لي. لعيب عنده انذار، بس انا عايز بس عشان الساده المشاهدين ما تفتكرش ان احنا ان الحكام رايح انا عندك انذار فمش هلعبك الماتش الجاي، الكلام ده لا يخص الحكم في شيء. انا بقول لك وعندي كواليس اللي حصل بعد الجزئيه دي، بقول لك مش هينفع انا تتحرك لم هو اجزم يعني. يا كابتن بان هو ده اللي في نيته، وانا قبل حتى ما اتكلم في الحته دي قلت انا عمري ما هدخل في نوايا حد، بس انا بقرا المشهد، بقرا المشهد مش اكتر، بس فاهم عايز اقول قصدي؟ لك على حاجه، بس عارف مين اللي ضر وليد عبد الرازق؟ مين كل حكم كان بيفصح بالاعتراض ويتغاضى عنه تمام، الناس اعتقدت ان ده المشهد الطبيعي، فلما وليد عبد الرازق ودي شخصيته على فكره اللي دايما، ولما وليد اتصرف بهذا الشكل، انا خلي بالك بتكلم تحكيم ماليش علاقه بالنتيجه، ماليش علاقه بنتيجه فاهم المباراه، فاهم هجوم فاهم طبعا. واخد بالك؟ فوليد لما اتبعه وتابع اداؤه طول حياته حتى على فكره مش النهارده ولا امبارح، هي دي شخصيه وليد، ايوه هو ده بس اللي هو. بس ده مش مبرر برضو يا كابتن. طب هقول لك على حاجه، لو تفتكر وليد كان عنده مباراه، اخر مباراه كان عنده مشكله كبيره جدا، المباراه دي محمود كانت على علاء، استاد اسكندريه بتاعت محمود محمود علاء علاء، انت عارف محمود علاء اتطرد ليه ولا مش عارف؟ اكيد في تجاوز حصل. طيب هو ادى الانذار لمحمود علاء، كان في اعتراض، نفس اللي حصل معاه، وهي دي شخصيه وليد عبد الرازق. اسلوب محمود علاء كان مختلف شويه يا كابتن للامانه يعني. لا هو محمود علاء قال له انا لو انا، انت ما تقدرش تعمل معايا كده، لو انا كنت بلعب في مكان تاني كنت هتديني، ما كنتش تقدر تطلع لي الانذار، فراح مطلع الانذار التاني وطرده. طب خليني اسالك سؤال يا كابتن محمد معلش يعني، وخلي يعني ايه بالك طويل شويه معايا. هل من المنطقي ان حكم واصل للمرحله العمريه دي 41 سنه كابتن وليد عبد الرازق ان هو يدير مباراه، اول مباراه ليه في تاريخه للنادي الاهلي، مباراه بمنتهى الحساسيه قدام فريق زي فريق المصري وهي مباراه جماهيريه، هل ده تعيين منطقي يعني قصدي، ولا انت عايز بتشوف اقول ايه؟ لك على حاجه، اولا على فكره وليد عبد الرازق كان حكم دولي، تمام. يعني هو كان في القائمه الدوليه في كره الصالات، ده يمكن الناس ما تعرفوش، وليد عبد الرازق الحكم الوحيد اللي بيلعب في الدوري الممتاز دلوقتي او اللي بيدير مباراه في الدوري الممتاز، واللي لعب كره قدم على مستوى الدوري الممتاز، بيلعب في نادي القناه. تمام ماشي اوكي اوكي، ماشي. فاحنا بنتكلم في نادي القناة يعني اللي هو تبع منطقة إسماعيلية. تمام هو انا بقول تمام لك هو كان بيلعب في نادي القناه. ايوه ماشي من عارف. فطبعا هو لو ولعب هنتكلم في الشرقية هو الدخان كمان. ماشي، لكن هو مش حد مغمور في التحكيم على ما فكره، قلتش انه مغمور والله خالص. وليد اسمه كبير، لكن هي القصه فين وليد هنا، مين اللي يتحاسب على ان وليد ما لعبش للاهلي او الزمالك فتره كبيره جدا؟ هي لجان الحكام، هي لجان اللي الحكام. اقتصرت، وخلي بالك ده من الفشل، يعني الفشل التحكيم اللي احنا فيه دلوقتي، تمام. ان النهارده انت اقتصرت جزء ناس معينه هي اللي تدير مباريات اللي طرفها وده اهلي اللي زمالك، ادى اللي احنا الوضعيه اللي احنا فيها دلوقتي. وده اللي ادى الوضع الاهلي. ليه بقى انت النهارده مثلا عدم المباريات دي ليها خبره وليها اكيد اكيد. ليها مواقفها، فانت النهارده حطيته في النار و بالتالي قرار التعيين كان خاطئ يعني، بالظبط. ده لكن طبيعي. طبعا هتفق معاك ان المباراه كان فيها اخطاء، كان اكيد فيها اخطاء. اكيد. كابتن محمد انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن محمد صلاح عبد الفتاح المحاضر التحكيمي كان معانا في مداخله مهمه اتكلمنا فيها عن مباراه الاهلي والمصري والاخطاء اللي حصلت. خليني بس اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل لسه عندنا كلام مهم. يلا بينا. يعني بشوف ان المناخ التحكيمي غير جيد في الحقيقه انك تقدر تاخد حقوقك على اقل تقدير، وده اللي انت بتبقى طالبه دايما في اي مباراه من المباريات، انت مش عايز غير حقك بقى بعيدا عن الجوانب الفنيه. انت وحش يا سيدي ما تستحقش تكسب، خلاص مفيش مشكله، حلو تستحق تكسب ماشي، بس حتى لو انا وحش لازم تديني حقي. هل الاهلي خد حقه؟ لا في الحقيقه انا بشوف كده في حالات كتيره جدا جدا من المباراه اللي فاتت بالتحديد مع الكابتن وليد عبد الرازق، اللي اكيد احنا بنحترم كل الناس وكل الحكام وما بنخشش في نوايا حد، لكن في نفس الوقت بنتكلم على حالات قدامنا فبنحاول نلاقي لها تفسير او مبرر بغض النظر عن اي شيء اخر. طيب تعالى نشوف ترند الاهلي ونتكلم في بعض الاخبار المهمه اللي بتتعلق بالاهلي وجماهيره. نبتدي بالحساب الرسمي لوطن سبورت على تويتر واللي قال او كتبوا ان صدمه في الاهلي بعد اصابه ياسر ابراهيم، الاشعه تكشف مده غيابه، واللاعب في الغالب يعني هيجيب من اسبوعين لثلاثه بسبب الام العضله الضمه، وواضح ان هو شد في العضله الضمه، فبالتالي مش هيكون متاح بالنسبه لك في مباراه سموحه، في مباراه كمان الزمالك في الدوري، فالموضوع هيكون صعب شويه بالنسبه لياسر ابراهيم. اعتقد يلحق كاس العالم، يعني اعتقد ممكن يلحق كاس العالم، لكن في كل الاحوال انت بتفتقد مدافع اللي هو ياسر ابراهيم، بتفتقد مدافع اخر في مباراه القمه بالتحديد، انا بتكلم عن مباراه القمه، متولي منعم اعتقد هيلحق مباراه القمه بشكل طبيعي،
فللاسف الشديد ده الوضع الحالي. تمام، نتكلم على الجزئيه دي كمان، ودي جزئيه غايه في الاهميه وكلام بالنسبه لي مش منطقي، يعني اللي هو كوره 11 وحسابه على تويتر بيقول لك بعد ما خلاص خرجوا من حسابات كولر في الاهلي، اربع انديه من الدوري المصري تتنافس على خط او خطف الثنائي رامي ربيعه وايمن اشرف في ميركاتو يناير الجاري. انا الكلام ده يبدو بالنسبه لي غير منطقي لسبب بسيط قوي. انت دلوقتي مش موجود عندك متولي اهو للايقاف، مش موجود عندك ياسر ابراهيم للاصابه، محمد عبد المنعم كان مصاب، فانت هتستغنى على اثنين في نفس المركز اللي هم ربيعه وايمن اشرف، سواء بقى بيشاركوا او مش شاركوا. بالنسبه لربيعه لما نزل الماتش اللي فات كان كويس، يعني ادى بشكل كويس جدا، فسواء شاركوا او مشاركوش هتبقى مجازفه كبيره، فالكلام مش منطقي بالنسبه لي. انا بقول لحضراتكم الاثنين مكملين على يعني اقل تقدير، الله اعلم المتغيرات اللي بتحصل مع نهايه الموسم ايه اللي ممكن يحصل، بس في يناير مفيش حد ماشي، في يناير مفيش حد ماشي لا ربيعه ولا ايمن. انا بتكلم معاك طبقا للفتره الحاليه النهارده بالتحديد، فده انت محتاج كل واحد دلوقتي، عندك بطولات كتيره جدا فمحتاج كل واحد في مركز الدفاع كمان بالذات، فالخبر ده مش حقيقي، والاثنين لعيبه موجودين في حسابات الجهاز الفني. نروح للمصري الرياضي وحسابهم على تويتر بيتكلموا عن كولر يطلب تجهيز طاهر لمواجهتي سموحه والزمالك، هو الراجل جاهز وبيتم تجهيزه بشكل كويس جدا وموجود في التدريبات الجماعيه بالنسبه للفريق، وان شاء الله يكون موفق في حاله مشاركته في اي مباراه من المباريات المقبله، وهو عنصر مهم جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. نروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل. يلا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. في جزئيه مهمه جدا ايضا تتعلق بالتحكيم المصري بالتحديد وتعليق بعض خبراء التحكيم على عدد من الحالات المهمه. ابرز الحالات اللي كانت يعني الناس تتكلم فيها على مدار الفتره اللي فاتت وهي الحاله او الهدف بتاع الداخليه في مباراه الزمالك. يا ريت نعرض يا جماعه اللقطه بتاعه مباراه بقى النهارده ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وهدف طبق الاصل. بص طبق الاصل، ويمكن ده كمان يخليك تشك اكتر ان الكره ممكن تكون اوفسايد، يعني ده يخليك لو انت حابب ان انت تتكلم على صحه الهدف من عدم في لقطه زي دي اكتر من هدف الداخليه، لان هدف الداخليه اللاعب اللي كان سابق اللي ما لحقش الكره كان في فرق شويه ما بينه وما بين الكره، لكن النهارده الكره في حوزه راشفورد ومع ذلك ما لمسهاش، ومع ذلك كمل برونو فرنانديز وحط الكره في الجول في مرمى ايدرسون، وهدف التعادل لمين؟ لمانشستر يونايتد في وقت حرج جدا من اللقاء. الحكم اقر بصحه الهدف. هنا عندنا هنا في مصر الهدف بتاع الداخليه في مرمى الزمالك او اي حد في مرمى اي حد، عشان اتكلم على نادي بعينه او حاجه بعينها، بس تلاقي الناس تطلع تقول لك ازاي والحكم والراجل عايز يحسب الهدف باي طريقه مش عارف، ما هي حاله مشابهه، ويطلع خبير تحكيمي ورئيس لجنه حكام سابق يقول، ويطلع عضو مجلس اداره اتحاد كوره يقول لك الكوره اوفسايد. انت شفت كده في الدنيا؟ يعني اعضاء مجلس الاداره في اتحاد الكوره بيعلقوا على القرارات التحكيميه، دي لوحدها كارثه سودا، دي لوحدها كارثه سودا. تمام؟ يطلع رئيس لجنه الحكام السابق كابتن عصام عبد الفتاح قال لك لا هدف الداخليه، هو تقريبا الوحيد اللي قال كده، انا ما سمعتش حد تاني قال لك هدف الداخليه هدف مش سليم وكوره اوفسايد. فسبحان الله سبحان الله، في الدوري الانجليزي الاقوى والاعظم في التاريخ كره مشابهه تتحسب هدف ومفيش اي مشكله فيها خالص. فهو ده الفرق، هو ده الفرق في الجوانب التحكيميه. تعالوا ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال حلقه النهارده ورايكم في قرعه كاس العالم للانديه وطريق النادي الاهلي في البطوله. طارق مصطفى قال لك قرعه متوازنه والفرق الكبيره لا تنظر الى الاسماء او الى اسماء احد ولا يخشى من ملاقات احد، والاهلي فريق كبير ان شاء الله يوصل تصدير تاريخ جديد في بطوله كاس العالم للانديه بالتوفيق للاهلي ان شاء الله، ويحقق برونزيه جديده يا رب باذن الله، ليه ما تبقاش فضيه او ذهبيه، انا عارف المشوار صعب وريال مزيد وكان من ده، خلينا نحلم ايه المشكله. محمود مصطفى بيبو قال لك ان شاء الله الاهلي يتخطى اول ماتشين ويقابل الكبير ريال مدريد في اول مباراه رسميه ونفوز عليه ليكون نهائي كاس العالم بين الهلال والاهلي المصري ان شاء الله. يا ريت، نتمنى نهائي كاس العالم يكون عربي، اهلي وداد، اهلي وهلال كده يعني. محمد هليل قال لك ان شاء الله الى النهائي. كمان اشرف يوسف قال مساء الخير، اعتقد انها صعبه شويه بس رجالتنا قدها وقدود ودايما معودين على روح الفانيلا الحمراء تحت شعار الاهلي بمن حضر، فربنا يوفقنا ان شاء الله وتحقيق انجاز يليق باسم ممثل قاره افريقيا ومصر نادي الاهلي نادي القرن في افريقيا. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مشوار كاس العالم، لسه عندنا كمان عدد من المباريات المهمه جدا قبل بدايه البطوله دي، مهمه قوي ان احنا نركز فيها، ومهم جمهور النادي الاهلي كالعاده يكون في ظهر فرقته وبيساندهم بشكل مميز جدا عشان نحقق الاهداف المنشوده والمرجوه من هذا الموسم بالكامل في مختلف البطولات. ده كان تفاعل حضراتكم
ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.